مرة ثانية. صباح الخير سجاوي. صباح الورد. شو اخبارك؟ الله يخليك. يلا اليوم مجهز العرايس؟ اي اليوم مجهزين اكيد. شكرا لك يا اهلا. اكيد مشاهدينا الكرام وصلنا الى فقره الغداء. اليوم اشترينا العرايس، اشتريت منها جزء تشوفون يعني دخان وحركه الاستديو اليوم لعبت فيه مطوه. اي فراس قال اليوم انا اعلمك لازم شيبك. عندي هنا حيكون عندي اللحم تقريبا نصف كيلو لحم، حيكون عندي الفلفل الاسود حسب الرغبه، حيكون عندي ثوم مهروس، عرق حار، عندي كمون والشطه، وهنا عندي الدبس الرمان، عندي هنا شويه من المعدنوس والخضار الناعمه المقطعه بهالشكل هذا، والملح، اكيد الملح حيكون موجود ويانا. ويا راح يكون عندي الطبق التحليه، التحليه اللي هي الطبق الحلو، شلون فروس شلون انت حلو؟ حبيبي عيوني مطبخك. عندنا لتر حليب، راح يكون عندي النشا، راح يكون عندي ملعقتين المحلبه، راح يكون عندي بالتفاح، عندي هنا راح يكون عندي عصير التفاح، اثنين قطعة تفاح، نضيف لها شويه مي او حليب، راح نغلطها بالخلاط، وراها راح نجي هنا نخليها بالجذر، عندي عصير التفاح والنشا اثنين ملعقة سكر اثنين كوب، راح يكون عندي قشطة وياها موجود. اوكي هسه هنا حلو الطبق الحلو راح يكون ياي لتر من الحليب اثنين سكر اثنين ملعقة نشا، هنا عندي قشطة راح تكون عندي هنا عصير التفاح، عصير التفاح طيب عصير التفاح طيب طيب. وهنا راح يكون عندي العرايس اللي ذكرناها. بالبداية راح نبلش ايش راح نسوي؟ راح نسوي العرايس. عندي هنا لحم راح يكون موجود مثل ما قلنا تقريبا نصف الكيلو من اللحم. راح بالبدايه شو نسوي؟ نخلي وياه الخضار، نخلي الخضار وياه، خلينا الخضار وياه تقريبا حسب الرغبه راح يكون، يعني من كل نوع يكون قطعه من الخضار نضيف وياها. عندنا هنا المعدنوس، معدنوس يا عيني معدنوس حلو، هنا معدنوس معدنوس، خلينا هنا راح يكون عندي المقادير على الشاشه ممكن اللي يحب. عندي لحم مثروم تقريبا 300 غرام اللي يكون ممكن احنا نص كيلو، اكل حسب الرغبه اللحم اللي موجود عندنا. طماطه ناعمه، بصل ناعم، فلفل اخضر، فلفل اسود ملعقه كوب، شطه ملعقه، عند دبس الرمان، وراح يكون عندي الملح. الاضافات البهارات اللي انا ضايفه ممكن انتم هم تخلوها ماكو مشكله. اليوم فروسي قبلت الاستديو ها حركته اليوم عطمك اليوم. هسه هنا عندي حيكون الملح، ملح خلينا الملح، ملح شنو؟ ملح خلينا الملح. اوكي هنا عندي الفلفل الاسود، نضيف فلفل اسود وياها. راح يكون عندي ثوم، ثوم المهروس، مهروس من عين البشر، خلينا هنا ثوم. وهنا عندي راح يكون عندي العرق حار اللي هو الزنجبيل نفسه. حلو زنجبيل يا حبيبي. هنا عندي كمون. عدي باكر من تجي تجيب لنا كمون بلف وياك حجري صمود. هنا عندي خلينا شويه من الكمون، خلينا الكمون، وخلينا الثوم، وخلينا الفلفل الاسود، والعرق حار اللي هو الزنجبيل، وضفنا الملح. هنا عندي شطه راح تكون، شطه دبلوماسيه. شطه حبيبي شطه. وهنا عندي راح يكون دبس الرمان، رمان دبس الرمان تحبه ها عدي دبس الرمان، خلينا دبس الرمان لهنا. اوكي الامور ماشيه. راح نجي نخلط، نخلط بهالشكل هذا. يا فروسي فراس من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي يا فروس. شلونك بخير؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ امورك؟ نسال عليك. يا مبدع مبدع. الله يحفظك. الله يخليك يستر عليك عيوني. ومشكور على هاي الاكلات الطيبه. الله يخليك عيوني من ذوقك. وانا متابعك يوميا وبالفيس وباليوتيوب وانت علم.
حبيبي الله يخليك من ذوقك يا طيب. اليوم شنو اليوم؟ اليوم مشكور. اليوم غداك شنو اليوم؟ غداك شنو اليوم؟ اليوم دولمه مسوين دولمه. دولمه شلون الاجواء يمكم؟ والله انا بالمحل بالمحل وزايد طالعك يعني بالمحل وزايد. حبيبي الله يخليك الله يخليك. اجواء 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 كربلاء شنو اليوم؟ ها؟ اجواء كربلاء شلونها؟ شلون؟ الاجواء الاجواء بكربلاء. حلوه 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 جميله جدا. الله يخليك. حلوه الاجواء بكربلاء. الله ان شاء الله ان شاء الله نزورك هناك ان شاء الله. حبيبي. تجي كربلاء؟ اي اجي ان شاء الله. تعال حبيبي حبيبي الله يحفظك. شكرا لك يا طيب. شكرا لك. عندنا هنا راح نشوف شلون نشتغل العرايس. الو بيا يا بيا بيا الو الو مرحبا الو مرحب شو اخبارك؟ شلون امورك اخبارك؟ ممكن الصوت شويه تعلي فراس ممكن الصوت شويه ناس الصوت يمكن شويه فلاونزا و انت ها انت فلاونزا ما بيش غير العافيه ايدي الله يعافيك الله يخليك طبعا طبعا اليوم انت منور بس شنو؟ مدخن الجو كل اليوم اني اليوم اني عطبتهم عطبت الاستديو حركته حرك قلت لك بطل الدخان اليمن همي ايه شلون الريحة طيبة؟ فتشي فتشي بس رغم ما محروقة بس معطوب من عندك الله يخليك الله يحفظك نشكرك على برنامجك الله يخليك الله شاهد احنا يوميا ننتظرك يعني الفقرة ماسك كلش حلوة وما مدنا انه يخلص البرنامج من ذوقك من ذوقك يا طيبة الله يسلمك طبعا انا ما خبرت عندي فد شغلة اترك علي بس حابين نشارك بالبرنامج ونسلم عليك عيوني الله يخليك عيوني مشكور مشكور شكرا لك شكرا لك يا طيبه شكرا هسه خلينا اللحم بهالشكل هذا عندنا الخبز قلنا الخبز شو تقول يا عدي عدي شو تقول شو تقول اذا نسوي بهالشكل هذا ناديه من ميسان يا ناديه ناديه صباح الخير صباح النور شو اخبارك امورك اسال عليك الله يخليك احنا نسال عليك هم شلون امورك شو اخبارك الحمد لله خير وسلام ميسان شلونها ميسان الحمد لله الحمد لله الله يخليك الله يحفظك حبيبي حبيبي عيوني امريني ما يمر عليك ظالم هذا يصير خبز خبز العادي هو هذا خبز عادي وانا قاص الاطراف ماله بس انا من اروح للخباز او 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 احنا نخبزه راح نخبزه لا انا خباز انا خبز انت بعد فنانه انت بعد يمك الخبز يمك الفن يمك الخبز بعد انت تسويها نص استاو يعني مو استاو كامل يعني بعد ما كامله وجريها الخبزه حتى تكون إيه؟ بعد يعني بعدها عجينة الحواشي احنا نسميها الحواشي ايه 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 حياة حياة انت حياة ايه ايه يلا عيني يلا شكرا لك شكرا يا غالية يا نادي نجي هنا ام جنات نجي ناخذ الو يا ام جنات السلام عليكم وعليكم السلام شلونك كيف شو اخبارك امورك الله يسلمك اليوم شنو غداك شو مسوي غدا اليوم شو مسوي غدا اليوم يعني مثلي حرق المطبخ انا حركت المطبخ اليوم شفتك حارقه ايه اليوم عطبتهم اليوم ما خلي اليوم ما اريد المطبخ مالتك ايه اليوم ماكو لا لازم لازم حتى يشوفوني انا من اطبخ شو اسوي يا العسل الله يخليك يا طيبه عمريني ممكن طريق لا ما انا عليك ممكن طريقه البيتزا البيتزا نعم البيتزا طبعا انا اعتب عليك البيتزا انا اشتغلت هنا 20 مره واشتغلت واني انا اشتغلت انت كان دائما اتابعك هسه انا بهالايام الجديده قمت اتابعك عيوني شرف ناخذ راح نعطيك الله يخليك سلمي لي عليها وناخذ المقادير على الشاشه اللي هي العجينه اوكي تاخذي لها صوره حتى تشتغليها اللي هي نص كيلو طحين ملعقه بيكنج باودر ملعقه فانيلا كبيره اوكي نعم نعم اوكي ممكن يا فروس ثواني حتكون يمك اوكي فروسي يقول لك تدللين انت امريني امر الله فروس بعد فروس هسه هنا اوكي اشتغلناه بهالشكل هذا
اشتغلناه بهالشكل هذا. اوكي، قبل كل شيء راح ناخذ عندنا الزيت. ايه عندنا الزيت حتى يكون عندك المقادير على الشاشه اللي هي البيتزا، تاخذي لها صوره وتشتغليها. هسه نجي هنا ندهن الوجه مالتها حتى ما يحترق عندنا ويكون طعمه طعم فتشي وما يشلب عندنا بالمشبك اللي راح نخليه بيه. هسه لهنا فروس انت فتشي هنا فتشي جميل. الله، هسه لهنا هالشكل هذا. راح نجي ناخذ القطعة الثانية شوية بالزيت. بالزيت يا عدي. حلو، عدي يقول انا اموت على العرايس. يعني عدي يحب العرايس، يحب التمن الاحمر، يحب شيء. اكو شيء ما احبه. لهنا ابد ندهن بهالشكل هذا. هسه شنو؟ تلوزت الامور، تلوزت عندنا هنا الامور، تلوزت عندنا والامور اوكي. راح نجي حتى الوقت ما يداهن نشتغل المحلبي. نشتغل المحلبي حتى يكون شلون بالاخير. راح اشوفكم شلون يكون شغلها وشلون طريقه الشوي. هنا عندي حليب 1 لتر. خلينا اول شيء لازم يكون الحليب بارد ونخليه. اوكي، عندنا هنا عصير التفاح، ومن هسه شغلنا النار عليه حتى يحمى وياوي. عندنا هنا عصير التفاح، عصير التفاح الاحمر او الاخضر ماكو مشكله، انا مخلي الاحمر، ممكن اي تفاح موجود نقدر نشتغله. نجي هنا حتى لو عرموط. نجينا حتى احنا اشتغلنا قبل فتره، اشتغلنا الموز، هرسنا الموز وياه واشتغلنا وياه. ممكن اي فاكهه تقدرون تخلوها. هسه حلو لهنا. اوكي، راح نجي نخلي النشا. خلينا النشا ملعقتين من النشا. ملعقتين من النشا خليناها. وراح نخلي السكر 2 كوب. سكر سكر سكر. خلينا السكر، راح نجي شو نسوي؟ ها، كوب سكر كوب شكر. راح نجي نبدي نخلطه بهالشكل. اللون، الشكل تغير اللون لان من عصير التفاح اللي هذا التفاح انا مخليه. ونبدي نخلط. الله، ريحة التفاح طلعت. وبهالشكل هذا نخلط. عندنا هنا القشطة راح نخليها بالأخير. نبدي نخلط. ليش خلينا النشا بالحليب البارد وليش خلينا السكر؟ أول شيء السكر يذوب على راحته، وثاني شيء النشا ما يصير نخليه بالحليب الحار حتى ما يلكلك عندنا ويفصص. شو تسموه انتو؟ ونبدي نخلط بهالشكل هذا باستمرار. يعني راح نبقى نخلط. هسه عدي لو يعوف الكاميرا ويجي يخلط وياي يعني. يبقى بس يسوي هيك. واكح. هسه هنا اوكي. ونخلط نخلط نخلط نخلط. نبدي نخلط بهالشكل هذا. ما نتركه مثل ما شفتوا سوينا العرايس بهالشكل هاي. وراح نطلع لكم الشكل. عندي وحده مسويها بالفرن، يعني انا طفيت الفرن قبل هاي لان الفرن قبب الامور كلها. لان هذا دهن راح يقوم ينقط على الاسفل الفرن ويقب الدخانه
ممكن احنا اذا نقدر نسويها بالبيت على الفحم يكون طعمها اطيب على الفحم، ممكن نشويها. اللي ما عنده مقله راح نجيب اي شيء مثلا علو نخليه، حتى لو اي مثلا نخلي طابوق نخلي منه ومنه قطعتين، ونخلي فحم جوا نشعل الفرشه الفحم ونجيبها نقعدها على الطابوق بهالشكل هذا، ونبدي ونخلط بهالشكل هذا. ما قلكم ريحة التفاح طلعت. ونخلط بهالشكل هذا، نبدي نبدي نبدي. يا الله رب رزق مين واحد راح يحرق لك يخلط. احرق لك المطبخ اليوم كله اليوم. شلونك يا سيدي يا صباح الخير؟ زين اليوم. عباس شنو وايد؟ شلونك دخان؟ هاي 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 اني اذا بدي اسوي بالبيت العرايس هيك يصير دخان؟ طبعا لازم صح الزيت اللي بيها ممكن. اوكي. ايه ايه. نخبط بهالشكل هذا. عندي هنا القشطة. شو تقولين يا تلبسين شفوف؟ طبعا لازم نعزل وانت بعد تلبسين شفوف. جيب اخلط لك يا يلا روح. نخلط بهالشكل، راح نخلي القشطه حتى وطيش الخليط. خلينا القشطه. اوكي. ونبقى نخلط بهالشكل هذا. جيب يلا. يلا انت بعد خذ راحتك. تفضل. اخلطي. هسه نجي هنا نشرح على العرايس. ما طول ربنا رزقنا بوحده تخلط. عبالك اساعدك. ايات ايات من بغداد. الو علاء. الو الو شو اخبارك؟ الو الو شلونك شيخ عباس؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يخليك الله يحفظك. طبعا ذاك اليوم طلبت الدولمه. الدولمة؟ عشان سويتيها؟ اي سجاد قول انا هم سويتها. قول بس خربت عندي. قول سويتها وخربت عندي. سجاد وياي سجاد. بس تشريب الدجاج. تشريب الدجاج؟ يعني ما اعرف شو تخيل بهارات. بس بهارات الكركم والكاري شويه من الكمون اضيف له، كركم كاري شويه من الكمون اضيف له، ممكن شويه من الفلفل الابيض نضيف له. شوية من الزنجبيل نفس البهارات الموجودة عندي، ممكن شوية ثوم نقطعه ونذبه وياه ونحمصه ونجي نخلي السوق. شو تقولين؟ الماي الحار؟ وملح؟ السجارة راح تنام. وملح؟ أو ماجي؟ أوكي. إي ماجي دجاج، الملح نقدر نضيف له، وإن شاء الله راح أسوي بهذا الأسبوع تشريب دجاج. صار تأمريني. أحمر لو أبيض؟ نعم هي ولا عليك. إيه أحمر أو أبيض كيف؟ أبيض أحلى كل. والنوم بصرة؟ نوم البصرة؟ لازم. اي نوم البصرة. صح. لا تنسيني انا مناسب تشريب. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا طلعت عندي بهالشكل هاي، راح نجي نطلع القطعة الجوة ونشوف شنو الأمور. طبعا الفرن انا مطفيه لو مشتغل الفرن. لا سجا كان انهزمت. كان أكثر حمصات يعني قصدك؟ اي صارت عندي الشكل هذا. اوكي هنا. اوكي تمام. هسه بعدين راح نشرح شلون نخليها هنا وشلون نشتغلها. سكينه يلا براحتك هنا. اوكي اجي هنا ناخذ الطبق. ناخذ الطبق وراح نقص العرايس بهالشكل. لازم ناخذ المنشار الاكبر. المنشار هي ونقطع بهالشكل هذا. نجي الفرها حارة يعني ما أقولكم شلون حارة صارت عندنا بهالشكل هذا. وهسه نرجع نشوفكم شلون تكون هنا. أوكي نجي نقطع بهالشكل. شو تقولين يا سجا؟ عاشت الأيادي يا عبد الله. نجيب هالشكل صارت عندنا ورا الشو مالتها. تقريبا الشو مالتها
راح يكون ياخذ له بال 20 دقيقه. مثل ما قلت انا ممكن نسويه على الفحم، واللي ما عنده منقله ان نجيب طابوق، اثنين طابوقتين نقعدهن هالشكل هذا، نخلي الفحم اللي ما عنده منقله بالبيت نبسطها، نخلي فحم يجوه ونفرش الفحم ونقعدها على الطابوق، يكون عندنا بهالشكل هذا اللحم اللي داخلها يكون بهالشكل هذا مثل ما تشوفون. الخضار وياها خلينا الخضار اللي هي الفلفل الالوان والفلفل الاخضر شويه، البصل شويه، من الطماطم صارت عندنا عاشت الايادي جهزت. هاي هسه هاي نخليها هنا، هاي جهزت، هاي هم جهزت، صارت ثقيله بالايد، اذا تصير ثقيله هسه بعد لازم تلقين تخلطين. يعني عباس يقول لا تخلطين بعد تخلطين. يا الله منك يا عباس حيتعبني اليوم. هسه هنا ما يقدر اذا مو لمسات سجا بالمطبخ. بعد هي سجا ام بيت والله، يعني سجا ام يعني بيت. بهاي بشهاده المخرج يدرب هذا الموضوع. مثل ما شفنا يا سجا، هذا المشبك اللي يكون عندنا موجود. اوكي. راح نجي ناخذ القطعه اللي سويناها ونخليها بهالشكل هذا. هنا حلو مزيته وجاهزه من هناك ومن هنا من الجانبين، ونجي ونخلي بهالشكل هذا. ممكن احنا نخلي قطعتين شويه نزحف هاي عن هاي، بس احنا على يكون الفرن اذا يتحمل. مثل ما قلنا هاي نقعدها، ممكن اكو يعني اذا نسويها بالبيت ما عندنا منقله مثلا، نخلي فحم جوه بالقاع نشعله ونخليه ينفرش، نخليه يكون جمريه حلوه هادئه تكون، مو نار عاليه، نار عاليه راح تحترق الخبزه واللحم جوه ما يستوي، ونخلي طابوقه منها طابوقه منها نوقفها ونقعدها بهالشكل هذا، تكون بهالشكل منها ومنها. كل ما تستوي نرجع نقلبها بهالشكل هذا، كل ما تستوي نرجع نقلبها على ما تتحمص وتكون اوكي. هسه حنخليها بالفرن، ممكن احنا بالفرن راح نفتح الفرن ونضيفها بهالشكل هذا ونخليها على ما تجهز عندنا. بعدين من تستوي ناخذ القطعه الثانيه هم نفس الشيء، هم نخليها وياها ونستوي واحده ورا الثانيه. ممكن احنا قلنا اذا على الفحم تشتغلوها بعد احسن. نشوف الخليط حلو، تشمي ريحة التفاح اللي موجودة. هنا اوكي رواء من الانبار. يا رواء صباح الخير. صباح الخير يا رواء. شلونك استاذ عباس؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يحفظك الله يخليك. احييك على الاكلات الطيبه. ويدك ويدك يا رواح. حياتي الاستاذ عمر وسجا. الله يسلمك. اهلا وسهلا بيك، صباح الخير يا رواح. سجا سليقه ايش طاب خير شو مسوي؟ شلون صحتك رواح؟ الحمد لله الله يسلمك. اليوم شنو طابخين؟ والله بصراحه مسوين اليوم كبه مسوين؟ اي بالعافيه عليك يا رواء. الله يعافيك. طيب حابه تعرفين اكله من الشيف عباس مقاديرها شيء؟ انا تابعته وعن كل شيء. الكبه شلون سويتيها؟ الكبه شنو الكبه؟ كبه مال تمن. تمن كبه تمن، كبه الحلب. اي الكبه الحلبيه. في شوي نضيف تمن. وسويتيه بالماكينه او باليد؟ لا والله بالايد، انا احب اشتغل بايدي. بايدك طلبتي؟ اي والله انا طباخه، انا طباخه ما اعرف. اي طبعا طبعا طباخه. والله احنا خليتي له بيض بتيته سلق شويه؟ اي والله. لا والله بتيته ما خليت، خليت نشا وبيض. بس بيض؟ اي بيض ونشا. بيض ونشا اي اوكي حلو. لحم عجل. حلو حلو حلو. لحم غنم حلو. حلو يا اخي ريت كبه شلون؟ يا عادي بعيني والله. الله يخليك الله يحفظك. انا طبعا يعني طباخه مشهوره على بالبيت. هاي بعد عاشت ايدك عاشت ايدك. ان شاء الله التوفيق. احنا نريد من عندك يا رواء فد يوم تجيبي لنا كبه، وانت شوفي شنو الاكله اللي تريديها من الشيف عباس ونسوي لك اياها، تمام؟ اوكي شكرا لك. شكرا لك.
هسه هنا اوكي تمام. كما عندنا خليط هذا راح نجي ناخذ كاسه شوف الامور نجي ناخذ حتصفيها حصفيه تريد الزم لك المسكون تديرها راح نخلي بالكاسه شيء قليل حتى ما يكون عندنا هواي ونخليه بهالشكل هذا حتى ننتظره على الماء يبرد هنا اوكي راح نصفيه من البذور مال التفاح الموجوده هنا اوكي اي نوع من الفواكه اللي نضيفها ممكن بيها شويه بذور وهاي نقدر هنا اوكي هنا اوكي هسه انتهى عندنا ويدج راح نجي نشيل الجذر بعد ما عدنا نشيله مثل ما تشوفون ممكن احنا يبرد يلا خليه بالثلاجه يلا نخليه بالثلاجه ممكن طيب لما نخليه بالثلاجه راح يصير على طريقه مثل الكاستر لو يظل بعده طري لا 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 يبقى يجف يجمد مثل الكاستر يكون عندنا تمام ونقدر احنا نضيف له اي اضافه نقدر فوقه السيل هنا اوكي عاشت الايادي يا شيف عباس بقى عندنا الليمون حتى نختم انا وياك اوكي نحب نذكر هالكون هاي الطبخه رعايه مطعم وحداقه خصام الزيتون عاشت الايادي يا شيف عباس على هاي الاكله الطيبه ومشاهدينا اكيد انتم تعرفون بهذا الوقت احنا مضطرين ان نختم البرنامج ووصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ان شاء الله انه تنال اعجابكم وان شاء الله انه اكيد باكر راح نكون وياكم على نفس الوقت ونفس الموعد على مدار 3 ساعات من البث المباشر من برنامج يوم جديد واكله جديده وتقارير جديده والى كل جو يا امر في امان الله باي باي شكرا شكرا.